السلام عليكم. اليوم غادي نشوفوا شي حاجه الخوت اللي صراحه ما شاء الله، والله الا ما شاء الله. اليوم غادي تشوفوا معايا واحد المسجد تبهرت بداك الشيء اللي كاين فيه الداخل. هذا المسجد هذا سميتو جامع المدينه التعليميه، وهو جزء من الجامعه الاسلاميه اللي كاينه هنايا. وهذا المسجد هذا يعني صراحه تصمم في يد واحد المهندس، وهذا المهندس اللي صمم هذا المسجد هذا هو مهندس عراقي. خصكم تدخلوا لداخل ونشوفوا كي داير ان شاء الله. عرفتي الضخامه ديالو كيبان لك ما شاء الله، يعني عظيم. وكما كتشوفوا معايا هادو اش كيعنيو؟ كاينين خمسه، كل واحد من هاد الاعمده هادو كيمثل ركن من الاركان الاسلام الخمس، يعني الاساس ديال الاسلام. واحد، جوج، ثلاثه اللي لهيها، وهذه اربعه، وهذه الخامسه. انت واحد الامتياز كتحس بالراحه. حنايا غادي نطلعوا نشوفوا المسجد كي داير. مسجد واعر ديال بصح، خصكم تشوفوا كي داير. شوفوا معايا الديكور هذا كي داير، طالع الفوق داير بحال هكا. عرفتوا اش كيعني هذا؟ كيعني انه الخط، يعني الخط العربي، الخطوط العربيه كتكون بحال هكذا. وهذا داروا باش كيلفت الانتباه للناس اللي كاينين بعاد. شوفوا معايا ما شاء الله، شوفوا معايا كي داير المسجد ما شاء الله. شوف هذاك الحيط كامل تبارك الله كبير، مكتوب فيه صورة الحجرات، صورة كاملة. قبل ما ندخلو اجي نمشيو نشوفو لتحت بعدا شنو كاين. يا سلام، هانتوما هنايا كيسالي حد هنايا. هادي راه جامعة ومسجد في نفس الوقت. هانتوما شوفوا معايا، يا سلام، هذا المسجد من الداخل. هاشي كي داير، هادو كاع البلايص ديال الأحذية فين تحط الأمتعة ديالك. الاسم ديال الجامع هو هذا. أجي نمشيو ندخلو البلاصة ديال الوضوء. البلاصة ديال الوضوء الخوت شي حاجة اللي واو خصكم تشوفوها. البلاصة ديال الوضوء زوينة بزاف. خوتي الخيال العلمي والله تزوين ما شاء الله. شوفوا التكنولوجيا دخلوها حتى في بلاصه ديال الوضوء. شوفوا معايا هنا، صابون كتسالي، فين ما مشيتي بعدا المكيف موجود في اي بلاصه، لدرجه انه في قطر ممكنين حتى في الشوارع. الا ما بغيتيش هذا كاين هذا. كتحس بواحد الراحه، يا سلام. الاذان ما شاء الله زوين بزاف. هذا هو المكان ديال خطبة الجمعة، ومن الإمام كيخطب. يا سلام، هنا الإمام كيصلي بالناس. وهذيك البلاصة كما كتشوفوا ديال النساء، الفوق كامل ديال النساء. الله أكبر.